انتوا عارفين كل فتره كده في موقع اسمه كلوب وورلد رانكينج، يعني تصنيف الانديه في العالم. نادي الزمالك احتل المركز رقم 19 على العالم في تصنيف الانديه العالم الصادر اليوم. ده موقع اسمه كلوب وورلد رانكينج، نادي الزمالك هو في المركز 19، تفوق على انديه كبيره جدا زي ليفربول اللي جه في المركز 23، والمان يونايتد اللي جه في المركز 25، والارسنال اللي جه في المركز 30، النادي الاهلي احتل المركز 31. دي طبعا يعني بيحسبوا نتائج الفرق خلال الموسم في 2016. طيب عايز بس اختم كده بسرعه.